في الاول كده على الهادى صاحبي، لو انت بتفكر تشتري موبايل في الفئه المتوسطه اللي هي فئه من 5 ل 6 7000 جنيه اللي هي الفئه دي، فمن الاخر كده انت لازم تتفرج على الفيديو ده وتكمله للاخر، عشان انا جاي لك بموبايل. الموبايل ده من الاخر كده ملوش منافس. طبعا بعد ما شاومي ولعت الدنيا في الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه مع البوكو ام 3 ومع الريدمي 9 تي في فئه ال 2000 جنيه، وكمان عندك ريدمي نوت 10 في فئه 3000 جنيه، ريدمي نوت 10 برو في فئه ال 4000 جنيه، فحبت تشعل المنافسه اكتر واكتر وتعلي سقف طموحاتها على الاخر كده وتقدم لك موبايل. الموبايل ده هينزل من الاخر كده يعلم على كل الموبايلات الموجوده في الفئه دي. فمن الاول كده انت هتنزل تخبط لايك للفيديو، لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد. اما دلوقتي فخلينا نتكلم عن وحش شاومي وخليفه ال 200 تي بتاع السنه اللي فاتت، البوكو اف 3. وطبعا ما دام قلت لك البوكو اف 3 فمن الاخر كده لازم يقدم لك اكبر قيمه ممكنه مقابل السعر. فخلينا على طول كده نخش في التفاصيل. خليني بقى اخد معاك كده مواصفات الموبايل ده جزء جزء، وخليني ابدا الريفيو ده بشكل مختلف شويه. انا هاخد الحاجات المبهره قوي قوي في الاول واسيب الحاجات الاقل ابهار بالنسبه لي للاخر. اول حاجه مبهره بالنسبه لي في الموبايل ده هو الاداء، وخد عندك بقى بالنسبه للاداء، الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 870 اقوى بفرق شويه عن السناب دراجون 865 اللي كان موجود في ال 200 تي، وكمان جاي مع نسختين 6 128 جيجا ذاكره داخليه و8 رام 256 جيجا ذاكره داخليه. اما القنبله في الموضوع بقى، فنوع الذاكره التخزينيه هنا يو اف اس 3.1، ودي تعتبر حاجه ممتازه جدا. فبالنسبه للاداء الموبايل ده هيديك اعلى اداء في الفئه السعريه دي، ملوش اي منافس لحد دلوقتي، مفيش اي منافس ممكن يعمل مع الموبايل ده حاجه غير موبايل كده كنت اتكلمت عنه من فتره. فلو انت لسه ما شفتش الفيديو هسيب لك الفيديو هنا فوق. الموبايل ده من شركه ريلمي، ريلمي جي تي. ولكن بعد ما شفت كميه الاحباط مع الاعلان على الريلمي 8 والريلمي 8 برو اللي كانوا من كام يوم، وطبعا الموبايلات ما قدمتش قيمه مقابل سعر خالص، فبقيت كده خايف كده ومتوتر كده وحاسس ان ريلمي مش هتعملها وتنزل ريلمي جي تي في الفئه السعريه دي، اكيد هيبقى اعلى من كده. خلينا بقى نسيب الاداء، لانك مع الاداء من الاخر ما تسالش، انت تاخد هنا اداء بالنسبه للاداء اليومي ممتاز واداء جبار جدا جدا بالنسبه للالعاب. سناب دراجون 865 كان اداؤه خرافي، ما بالك بقى هنا سناب دراجون 870، فاسند ظهرك كده. وخلينا نخش على تاني حاجه وهي الشاشه، وهنا بقى عايز اقول لك انك معاك كل حاجة بتحلم بيها في الشاشة حرفيا. هنا معاك شاشة بالتصميم الجديد الهول بنش، كاميرا موجودة في نص الشاشة صغيرة جدا، وعندك حافة سفلية تعتبر برضو صغيرة جدا، وهنا الشاشة حجمها 6.7 انش، وكمان جاية لك من النوع اموليد فول اتش دي بلس. ده زائد كمان ان السطوع هنا بيوصل لحد 1300 نتس، وده رقم خرافي وممتاز جدا جدا جدا. الرقم ده مش موجود حرفيا غير في موبايلات فلاجشيب فوق ال 20000 جنيه. وكمان معاك ال 120 هرتز اللي شاومي السنه دي استغلتها وحطتها بشكل كبير في شاشات الاموليد. معاك ريدمي نوت 10 ب 4000 جنيه شاشه اموليد 120، ودلوقتي بيطبقوا نفس السياسه تاني مع البوكو اف 3. طبعا الشاشه بتدعم لك الاتش دي ار 10 بلس، مفيش اي مشكله، وهنا معاك كل حاجه متكامله. الشاشه دي تعتبر مش ناقصها اي حاجه حرفيا غير حاجه واحده، يعني انا كنت طمعان فيها كده من شركه شاومي، كنت قدموا لنا بقى دقه كواد اتش دي بلس عشان نبقى معانا فلاجشيب فلاجشيب بمعنى الكلمه. اما بالنسبه لاخر نقطة في الشاشة، ودي برضو حاجة كويسة جدا، هنا انت معاك طبقة حماية من الجيل الخامس، ودي تعتبر حاجة ممتازة جدا جدا جدا. تالت حاجة مبهرة في الموبايل ده تخليك برضو تفكر فيه وتفضل سايبه كده على قائمة انتظارك، وهي الكاميرات. هنا انت عندك ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية. كاميرات الخلفية كاميرا أساسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.8، كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وأخيرا كاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل. كان نفسي بصراحة أشوف كاميرا تليفوتو للتقريب زي ما سامسونج عملتها كده مع الـ A72، ولكن ما حصلش. هنا عندك كاميرا اساسيه كاميرا الترا وايد، وتعتبر الكاميرا الاخيره دي مش موجوده. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي كاميرا بدقه 20 ميجا بكسل، وبتيجي فتحه عدسه ضيقه الى حد ما F2.5. وما اقدرش احكم على نقطه الكاميرات دي خالص غير لما الموبايل ده يجي ونجرب الكاميرات ونشوف هل فعلا الموبايل ده بيقدم افضل كاميرات في الفئه دي ولا لا. ولكن يا صاحبي احب اقول لك ما تعتمدش على الكاميرات بشكل كبير. ولو عايز تعرف ليه فانا كنت عملت فيديو من زمان بقى، من قبل التطور والحاجات اللي احنا فيها دي، سيب لك الفيديو هنا فوق عشان
تعرف ان ارقام الكاميرات لوحدها مش كفايه، وفي حاجات تانيه وعوامل تانيه بتساعدك على ان الكاميرا تقدم افضل اداء. ودليل على الكلام اللي انا بقوله لك ده ان اقوى اجهزه بتقدم كاميرات هي الايفون والجوجل بيكسل، اللي كاميراتهم اساسا 12 مش 108 مش 48 مش 64. فضروري من الاخر كده تشوف الفيديو اللي انا سبته لك هنا فوق عشان تعرف ايه السر وراء جوده وحلاوه الصور اللي بتطلع من الكاميرا. العيب الوحيد اللي شايفه في الكاميرات الخلفيه دي انها ما بتدعمش تثبيت بصري، بتدعم تثبيت الكتروني. كان نفسي بصراحه اشوف التثبيت البصري، ولكن برضه تثبيت الكتروني مازال ممتاز جدا، وعندك تسجيل فيديو لحد 4K 30 فريم في الثانيه. خد بقى شويه حاجات على الماشي، الحاجات دي هتعجبك جدا، ودي بقت سياسه شاومي في كل موبايلاتها من اول الفئه الاقتصاديه لحد زي ما انت عايز. اول حاجه انت عندك مدخل 3.5 مللي مازالوا محافظين عليه. تاني حاجه عندك سماعات ستيريو. اما تالت حاجه فانت عندك البصمه الممتازه العمليه اللي بحبها جدا جدا الموجوده في زرار الباور، واللي بتشتغل مع شاومي وموبايلات شاومي بكفاءه جدا، ما واجهتش معاها اي مشاكل. جربتها في البوكو اكس 3، جربتها في الام 3 البوكو اللي هو في الفئه الاقتصاديه، وجربتها في ريدمي 9T وما زالت ممتازه جدا وبتقدم اداء خرافي جدا الصراحه. شويه الباكج والحاجات دي حاجات مميزه جدا مفيش حد بيقدمها لك في اي فئه، وخصوصا لو هتكلم على الفئات القليله بقى غير شاومي. فالحاجات دي بقت ستاندرد كده عند شاومي، ودي حاجه عجباني جدا جدا جدا. حاجه كمان عجباني في الموبايل ده وهي البطاريه والشحن. هنا انت عندك بطاريه مش عاليه قوي 4520 ملي امبير، مش عارف ليه ال 20 ملي امبير دول كانت 4500 وماشي حالك يا صاحبي. وعندك كمان الشاحن السريع ال 33 واط اللي بقوا بيقدموه حتى مع الموبايلات الارخص من كده بكتير. شاومي بقت حاطه الشاحن ده ستاندرد كده مع كل موبايلات. هتاخد موبايل ب 2000 ونص خد لك شاحن 33 واط، تاخد لك موبايل ب 3 خد لك شاحن 33 واط. فدي تعتبر حاجه ممتازه جدا، والشاحن ده بيشحن الموبايل من 0 ل 100% في ساعه 55 دقيقه ساعه وخمس دقائق. ده طبعا على حسب حجم البطاريه، فمع البطاريه ال 4520 ملي امبير اقل من ساعه هتلاقي البطاريه من 0 ل 100%، ودي حاجه ممتازه جدا. طبعا بعد كل اللي انا اتكلمت معاك عليه في الموبايل ده هتيجي انت تسالني كده وتقول لي يا صاحبي امال ايه، انت ما اتكلمتش خالص على التصميم. هنا بقى اقول لك بقى ان تصميم الموبايل انا سبته للاخر، لان بصراحه دي من الحاجه اللي ايه عجباني ومش عجباني في نفس الوقت. تصميم الموبايل شيك وجاي بظهر بلون واحد متدرج تدرجات خفيفه كده، وعندك الكاميرات موجوده شبه ريدمي نوت 10 برو وريدمي نوت 10 عائله النوت 10 عامه، ومكتوب لك حته كده بوكو صغيره تحت. وخامات الصناعه هنا ممتازه جدا، هو ده اللي عاجبني، ازاز وفريم من المعدن. ولكن النقطه اللي مش عاجباني وخلتني ارمي لك التصميم ده للاخر كده حته انه شبه ريدمي نوت 10 والنوت 10 برو كده، كان نفسي ان الموبايل ده يكون مختلف شويه، ولكن كخامات صناعه يعتبر ممتاز جدا جدا جدا. دي كل حاجه عن الوحش المنتظر المنتظر قوي بشده من شركه شاومي البوكو اف 3. وعايز اقول لك على نقطه كده في الاخر، انت لازم تنتظر فيديو هنزله لك قريب قوي عن المي 11T. فاكرين المي 10T اللي كان موجود في فئه ال 6000 جنيه اللي نزل في اخر السنه اللي فاتت، اللي عمل ضجه ممتازه جدا مع شاشه الاي بي اس ال 144 هرتز. شاومي بتحضر لموبايل بقى هيبقى اسمه مي 11T، والمفاجاه ان الموبايل ده هو اسمه ريدمي كي 40 برو في الصين وفي الهند، فعالميا هيبقى اسمه مي 11T. فمن الاخر كده اللي عايز فيديو عن الموبايل ده والموبايل ده بيقدم لك ايه بالظبط، تنزل تحت الفيديو ده تخبط كومنت بالموضوع ده. وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.